صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 41 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. جاء فيه المادة الأولى: يعين عضوا بمجلس الشورى كل من علي صالح عبد الله الصالح، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، إجلال عيسى أحمد بوبشيت، الشيخ أحمد بن محمد بن علي الخليفة، الدكتور أحمد سالم عبد علي العريض، الدكتور بسام إسماعيل إبراهيم بن محمد، جمال محمد عبد الرحمن فخرو، جمعة محمد جمعة الكعبي، الدكتورة جميلة محمد رضا سلمان، الدكتورة جهاد عبد الله محمد الفاضل، جواد حبيب جواد الخياط، جواد عبد الله عباس حسين، حمد مبارك حمد النعيمي، خالد حسين مهدي المسقطي، دلال جاسم عبد الله الزايد، رضا إبراهيم عبد الله منفردي، رضا عبد الله علي فرج، سبيكة خليفة أحمد الفضالة، صادق عيد حسين آل رحمة، طارق جليل محمد الصفار، طلال محمد عبد الله المناعي، عادل عبد الرحمن جاسم المعاودة، عادل عبد الرحمن محمد العسومي، عبد الرحمن محمد سيف جمشير، الدكتور عبد العزيز حسن علي أبل، الدكتور عبد العزيز عبد الله ناصر العجمان، عبد الله علي فضل النعيمي، الدكتور علي أحمد علي الحداد، علي حسين شهاب الشهابي، علي عبد الله علي العرادي، علي محمد عيسى الرميحي، فؤاد أحمد جاسم الحاجي، الدكتورة فاطمة عبد الجبار محمود الكوهجي، لينا حبيب أحمد قاسم، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، نانسي دينا إلي خضوري، هالة رمزي فايز قريصة، الدكتور هاني علي عبد الرحمن السعاتي، السيد هشام هاشم حسين القصاب. المادة الثانية: يعمل بهذا الأمر اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وينشر في الجريدة الرسمية.